فاكرين لما كنا بنتكلم عن مصر وهي كوزموبوليتن، يعني مصر وهي حضنة للجنسيات المختلفة والثقافات المختلفة والهويات المختلفة، وإنها كانت في وضع أفضل بكتير جدا من الفترة اللي احنا فيها دلوقتي. لما كنا بنقول إن مصر وبالذات اسكندرية يعني كانت فيها كل الحضارات، كل الثقافات، كل الجنسيات، كل الأذواق، كل الفنون، في الأوقات دي لو تفتكروا كنا بنسمع مثلا كل أنواع الغنى، وكانت حاجة عادية جدا في أفلامنا ومسلسلاتنا إننا نشوف مثلا باند غربي. يعني في كل الأفلام كانوا لما الناس يحبوا يسهروا فيروحوا مكان فيه باند غربي، والباند ده كان بيعزف أغاني غربية، وطول عمرنا بنسمع أغاني أمريكاني وإنجليزي وفرنساوي وهندي وتركي وكل الألوان، وكنا بنستدوقها ونستطعمها وساعات نرددها حتى لو كانت اللغة صعبة شوية. الوقت ده كانت هوية مصر محتفظة بنفسها جدا جدا جدا. كل ما كنا بنحضن الغرب وبنحضن الثقافات كانت هويتنا محافظة على نفسها جدا جدا جدا. ويمكن يكون لما الحاجات دي بعدت عننا كمان احنا اتغيرنا، ما بقيناش شبه نفسنا زمان لما كنا مطقطقين ومصحصحين وفاهمين واعيين ودننا فيها كل المزازيك وعينينا فيها كل الفنون وكل الافلام ودننا فيها كل اللغات كمان. ايه اللي غيرنا؟ ايه اللي خلانا في اخر القايمه؟ ايه اللي خلى ماسبيرو من مناره اعلاميه لمجرد جهاز مش عايزينه؟ زمان كانت الناس مهتمه تجيب لك اخر الاغاني، خوليو على مايكل على مادونا على داليدا، على قد ما تركيبتنا بتسمح، اخترنا لك، العالم يغني، كانوا شبابيك مفتوحه على العالم كله. صحينا في يوم قفلنا كل الشبابيك المفتحه، ووصلنا لمرحله اننا قربنا نقفل ماسبيرو بذاته.